صباح الخير، يوم رقم 98 في الرحلة. هذه هي البلاصة اللي نعست فيها اليوم. يوم نعست في جنب البحيرة، ولكن كما كتشوفوا دابا مبقاش فيها الماء بزاف، كاين غير داك شوية لهين. في الوقت ديال الشتاء الماء كيوصل حتى لهنا، ولكن دابا خاوية. أنا على بعد 12 كيلومتر جنوب مدينة مبور، وغنزيد مازال نكمل الجنوب تقريبا واحد 20 ولا 25 كيلومتر، ومن بعد ان شاء الله غندور على اليسر باش نشد الطريق للشرق ديال السنغال. كما كتشوفوا هذه البلاصه هذه فيها بزاف ديال الابقار، كيجيو في الصباح كيشربوا في هذه البحيره، ومن بعد كيدخلوا للغابه. هنايا في هذه المنطقه ما كيسرحوش، غير كيجيبوهم لهنا حتى كيشربوا صافي، كيخليهم كيدخلوا مع الغابه حتى العشيه. في العشيه عاوتاني كيرجعوا للدوار غير بوحدهم. وهذه شجرة البوباب. وهذه المنطقة فيها القرودة، البارح ما بانوش ليا، بانوا ليا غير في هذا الصباح، ولكن كيخافوا بزاف. وصراحة الديكور واعر هنايا، جميل. يا سلام، طيور الأقلاق، ولكن دابا ما خلاوهمش البقيرات، راهما فين واقفين. خرجت دابا من ديك البلاصة اللي خيمت فيها، وخاصني نقلب على شي بلاصة فين نفطر، حيت مازال ما فطرتش، حيت ما كانش عندي الخبز. نشوف شي حانوت ولا شي حاجة. وهاد المنطقة هادي فيها البولار، هاد البلاصة هادي فيها البولار، هما معروفين بالراعي، تكون عندهم الكسيبة. يعني هذا الفيلاج ديال واحد النوع اخر سميتهم سيرير، بحال البولار بحال الولف. والبولار غير جاو لهنايا باش يرعاو، ماشي يخدموا كما قال السيد، هادي هما الخدمه ديالهم هي الرعي. صافي واستقروا هنايا. المهم جيت لهاد البلاصه، خديت الخبز وهاد العصير من واحد الحانوت كاين هنا، وعرضوا عليا باش نشرب معاهم كافي طوبا. ميكو كومون تي تابيل؟ مابيل محمد. محمد وي محمد. محمد بوان بوان. Pourquoi? Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Moussa. Moussa? Oui. Moussa Ba. Ba. Comment? Moussa Ba. Le prénom? Oui. Faux prénom? Oui. Prénom Ousfane. Mohamed Ousfane. Mohamed Ousfane. Fa Ousfane. Ousfane. Mohamed Ousfane. Oui. Ousfane, c'est Amazigh langue. دواتي كومون تي تابي؟ مويس. مويس وي راستا مان. مويس مويس موسى سي باري. وي وي لي كريتيان اون دي مويس. لي كريتيان اون دي مويس. تو تي كريتيان؟ وي. تو مو شي مسلمان؟ مسلمان. اون اي توس ميم؟ وي وي سي 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 لي بلاز دي كريتيان. وي. لا ميم وي. سي لي بلاز دي كريتيان. هذا الفيلاج هذا فيه المسيحيين. Et merci beaucoup, je vais boire du café avec vous. Café Touba. Ouais. Café Touba. Café Touba, ouais. Ouais, c'est ça. Tu connais Serine Touba? Serine Touba, oui. Cheikh Ahmed Bamba. Oui, ils sont des grands marabouts. Oui. Ah ouais. Ahmed Bamba. Ado, elle a dit Aouli a dit à Nondra, déjà que tu as fait la vidéo. Regarde ça, prends-la.
Oui, c'est le flag du drapeau du Sénégal. Sénégal. Wow. Sénégalaise. On est fiers des Sénégalais. Oui. Yeah. Ouais. Et j'aime bien les Sénégalais. Mm-hmm. Yeah, merci. Merci, les gens. Okay. Mohamed. Merci beaucoup. Mohamed, deuxième, comment Coupe du monde, ils ont gagné le ballon, demi-finale. Oui. C'est la première fois en Afrique. Ouais. C'est le Maroc qui fait ça. Ouais. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est le premier qui fait ça en Afrique. Ouais. Oui. Fait chaud. Hein. Après, merci. Fait chaud. Hein. Ok, attends. Film bo jeul tuddu garage ba ngi ci kanam ki bir li al qawa la jazee bi khair Moussa ba Moïse Moussa ba ki a vu ça ouais bismillah واه تركي طوبة يا سلام صراحة واعرة بزاف أنا ما كنشربش القهوة بزاف ولكن ملي جيت لهنايا في السينيغال صافي تبليت بها كاينين القرودة في هاد الغابة دابا قربت نوصل لواحد الفيلاج كبير سميتو جوال من تما غندور على اليسر باش نمشي للشرق حيت ما كايناش طريق ديريكت للجنوب حيت كاين تما واحد الواد وما يمكنش تقطع البيكالا كيقطعوا واقيلا غير في فلوكا ولا شي هذه هي الطبيعه اللي كاينه في هذه المنطقه كاين داك النوع ديال النخل وكاين البوباب وكاين المونغ Oui, salam. Ça va? Oui. Adawa village Joual. Ne kinin. Kinin le masihien ou kinin le muslimin. Khaldin. تمثال ديال واحد الرياضة معروفة هنايا في السنغال سولت دابا واحد السيد قال لي سميتها لا لوت السنغال كاين واحد الجزيرة لهي هي اللي غنمشي ليها دابا سميتها فادوت فيها المسلمين وفيها المسيحيين كاين واحد اخرى هنايا غندوز من هاد الجسر كما كتشوفوا هاد الجزيره صغيره بزاف وفيها الكنيسه راهيه فيها الجامع وعايشين بيناتهم عادي ما كاين لا مشاكل لا والو تعايش دابا غندخل للجزيره ومن بعد غنخرج منها غنمشي لديك الجزيره الاخرى راه هي غندوز من هاد القنطره Après, tu vas au cimetière. C'est quoi le cimetière? Tu vas où? Je vais passer par ici jusqu'à l'autre île. Donc, il faut aller à pied. Ah. Tu vois comme les autres, tu gardes ici, tu visites à pied, tu reviens, tu le prends, tu pars. Ah, ok. Je passe par ici? Non. Tu gardes ici. Ouais. Tu visites à pied.
Tu reviens, tu le prends, tu repars. Mais est-ce que je peux passer avec le vélo? C'est interdit. Non, c'est pas ici. Où? Pour aller à l'autre. L'autre point. Ouais. Donc tu veux pousser? Mais tu peux pousser, mais tu ne peux pas monter. Tu ne montes pas, mais tu pousses. Oui, oui. Et toute cette fatigue, vaut mieux de le laisser ici? Non, tu c'est visites? Pas. Non, c'est pas ça. Tu vas où après? Je vais à Kaolack. À Kaolack? Oui, je vais passer par cette route. Ouais, donc tu pousses, tu visites, après tu vas au cimetière. Okay, et au cimetière, il y a une route qui te ramène. Ok, moi, okay, c'est, l'essentiel, c'est pas interdit, c'est l'OV. Okay. Okay, merci. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Hein? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est une réunion. Réunion de village. Ah, ok, merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Salut. Ça va? Salut. Ouais. Ça va? Rasta. Ouais, très bien. Et toi? Ça va, et toi? Ça va, top. السيد كيعوم الحصان ديالو. غادي معاه. قبيله ملي الله دخلت لديك الجزيره وقفني داك السيد قال لي راه ممنوع تركب بيكالا هنايا في هذه الجزيره، ديري فيها ممنوع تركب بيكالا والمواطن ما كيدخل هذه الجزيره، ما كيدخل ليها لا موتور لا طوموبيل لا والو. قال لي الا بغيتي تدخل خاصك يا اما تدفع بيكالا اولا تخليها تترجع ليها. صافي بقيت غادي ودافع بيكالا. هذه الجزيره فيها غير مقباره قبارة مخلطة، كاينين القبور ديال المسلمين وكاينين ديال المسيحيين، لي مساكن فيها حتى شي واحد. هادو القبور ديال المسيحيين. هذه هي البلاصه اللي فيها القبور ديال المسلمين كما كتشوفوا، والمسلمين هنايا قلال، كاين بزاف ديال المسيحيين. وتلاقيت مع هذا السيد هو سينيغالي. لو نو عبدو سيسي. عبدو سيسي واه عبدو سيسي. هلو موا سي عبدو سيسي. اه واه تي فان نو دير كيلكو انفورماسيون. اوكي اوكي دونك لا اكطوالمون نو سوم ا فاجوت. Ah oui. Je suis pas un spécialiste de Fadjoud, mais bon, je vais essayer de donner quelques informations. Okay. Là, nous sommes dans un village où, en général, il y a environ 6000 habitants pour une superficie de 12 hectares. Ah. Et là, nous sommes au niveau des cimetières mixtes de Fadjoud. Et en général, on y enterre les gens qui sont originaires du village. Donc, le village est composé en général de 90% de chrétiens et 10% de musulmans.
Combien de musulmans? 10%. Contrairement au Sénégal, il y a beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Mais ici, dans ce village, les chrétiens sont majoritaires. Et ils vivent tous en harmonie, comme d'ailleurs partout au Sénégal. Et c'est un très, très, très beau site. Vous pouvez découvrir les mangroves. Vous pouvez découvrir également le village et bien des choses également. Ah oui, merci beaucoup. Allez, Abdou. Merci à vous. Merci. Galb, les Kenyans, Naya, les musulmans, Khalal, Ashraf, le Mia, les musulmans, ou le Baki, les Masihiens. Galik, l'ex, Diel, Sénégal. Sénégal, il y a les musulmans, Bzaf, ou le Masihiens, Khalal. Combien de musulmans au Sénégal? Le Sénégal, le pourcentage, je ne connais pas le pourcentage exact, mais, La majorité. La majorité, oui, c'est plus de 90%, si je ne me trompe pas. أغلبية ديال المسلمين في السينغال. مع هو ما عارف شحال بالضبط شحال في المية. ولكن قال لك الأغلبية هنايا في السينغال هما مسلمين. وكيتعايشوا بيناتهم عادي. إيوا هادشي اللي كاين. ديال الطريق اللي غنمشي معاه دابا غنبقى غادي في اتجاه ديال الشرق. يلا تلاقيت مع واحد السيد فرنسي، ديجا تلاقيت معاه في العيون في الخرجه ديال العيون، وتلاقيت معاه عاوتاني في سان لوي. دابا تلاقينا غير هنا هي بصدفه، حتى هو داز من موريتانيا بيكالا، وتا هو جاتو صعيبه فعلا. موريتانيا صعيبه خصوصا من القرقالات حتى لنواكشوط، صعيبة بزاف اللي فيها بزاف ديال الكفاح. دابا قربت نوصل طريق بودرون، ولكن ماشي طريق رئيسية. تقريبا غنبقى غادي مع شي 20 أو 30 كيلومتر، ومن بعد غنلقى الطريق الرئيسية اللي كدير الكاولاك. وكاع الناس اللي كنقول لهم غادي لكاولاك كيقولوا لي الصاد، يعني كاولاك معروفه بالصاد بحال قلتي تقريبا مراكش، ولكن ماشي مشكل. هنايا الجو زوين، الجو واعر، الجو يا سلام. غابه ديال اشجار البوباب، ديكور زوين. دخلت دابا مع هاد الغابة، كنقلب على بلاصة فين ندير الخيمة. بانت لي هاد البلاصة هادي زوينة مقادة، نمشي نجيب بيكالا. الأذان ديال المغرب، يوم رقم 99 في الرحلة. صباح الخير، هذه هي البلاصه اللي نزلت فيها اليوم. كاين بزاف ديال الحمير في هاد الغابه، راهم فين كاين. وفي هاد المنطقه الناس كيهضروا باللغه سميتها سيرين او بيان سيرير، وقيلا سيرير سميتها سيرير. حيت في السنغال كاينين بزاف ديال الاثنيات، كاين سيرير، كاين وولوف، كاين بولار، كاين سوانينغي، كاين بامبارا. تقريبا كثر من 7 ديال الاثنيات اللي كاينين هنا. دابا عمرت واحد التكيكه غندير ليها فليو، هي التكيكه طريق رايه فين كاينه، وكاين واحد الدوار هنايا قريب مبعيدش بزاف، وكاين واحد اخر هنا.
وفي هاد المناطق كاملين اللي دزت منهم البارح كتلقى دوار فيه كنيسه وجامع، يعني دوار مخلط فيه مسلمين ومسيحيين، وكيربيو بزاف في الحلوف في الضواور ديالهم. واحد الكليسه هنايا، يا سلام، واو، خصوصا الناس هنايا، واحد الناس يا سلام. انا دائما فاش كنبغي الناس نرتاح كنبعد على المناطق اللي ساكنين فيها الناس، كتنعس وكترتاح حيت ما كاينش اللي يقرب لي. واو، كالم. سلام، صافا. المنطقة فيها بزاف المونغ كما كتشوفوا، أغلبية ديال هادشي مونغ، وكاين حتى الأكاجو تا هو كاين هنا، تا هو موجود. الطبيعة رائعة. هاهي المونغ بدا كيطيب دابا، وهاد النخلة كدير تاهي شي تمرات كما كتشوفو بحال الكوك، ولكن هداك ماشي كوك. البارح سولت واحد السيدة قالت لي ماشي كوك، هداك هو الافوكا. قالت لي الافوكا، الناس بداو كيجنيو. المونغ هاهو، هو طايح في الارض هاهو. هادي شجرة ديال الكوك، ولكن هاديك الطويلة هداك ماشي كوك. واو، شوفوا شحال ديال النخل تبارك الله، كيبان بحال هداك اللي كيزوقو به المدن في المغرب، ولكن ماشي بحال. هذيك هي التمره اللي كيدير، كتكون خضراء وكتكال، ولكن ما عرفتش شنو سميتها، قلتها لي هذيك المره البارح، ولكن ما كتعرفهاش بالفرنسي، قلتها لي بسيرير، اللغه ديال السيرير، ولكن ما يمكنش تعقل عليها. هذه واحه جيت دابا عند هاد السيدة، ديت ساندويتش، ساندويتش فيه البصلة واللحم والفريت ب 600 تقريبا، بحال اللي قلتي 12 درهم بحال هكا. وهاد العصير ما عرفتش شنو هو، ما عرفتش من اش مصايب. كومون سابيل سو جو؟ ساجيلا. وي كومون سي جيب بوي ان ورق. اون دي جيب بوي ان ورق. بوي بوي ان ورق. بوي باللغه ديال الولوف. صراحه زوين، ولكن داير فيها سكر بزاف. ان سكافي كوم بيان؟ سكافي 100 فرانك. 100 فرانك. هذا جوج دام. 200. هذا 4 دام. عندها هنايا كدير السندويتشات ديال هادي ديال سباغيتي. كاينة سي كوا سا؟ بوا بوتي بوا، كنظن واقيلا جلبانة ولا لوبيا. هنايا صوص دونيون سيك. هادي البصلة فقط. هادي اللي خديت البصلة واللحم. صوص فيون. هادي الصوص ب دي بوليت بواسون بالحوت. ميرسي بوكو. كافي توبا. جيم بيان كافي توبا.
Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. الناس هنايا ظريفين بزاف، الناس اللي عمرها ما بقاش معاهم مشكل نهائيا في اي حاجه. ظريفين لواحد الدرجه. وهنايا في السنغال كتلقى بزاف العيالات هما اللي كيديروا بحال هاد المشاريع، بحال المطاعم ولا السندوتشات بحال هكا. العيالات هما اللي كيخدموا بزاف هاد المهنة. Comment s'appelle ce village? Fimla. Fimla. Ah, village Smidou Fimla. Et bien, on va voir ce qu'on va faire. Je suis venu à la ville de Yokri. Tout le monde. هي الطريقه باش كيجيو هنايا. هذا الاكاجو عندنا هنايا كوكو، كاين كوكو اللي فيه السكر تقريبا بالدرهم. هذا كوكو مطحون ودايره ليه وقيله دايره فيه السكر. هذا الاكاجو صدر بلاستيكه باش تهضر كل مونج. كاينين الاغلبيه ديال الناس هنايا كيهضروا بالسيريا، ولكن كاين حتى لي بامبارا لي كوادوت بامبارا جولا 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 جولا. يعني كاينين بزاف ديال اللغات هنايا، ولكن كلهم كيهضروا باللغه الرسميه ديال السنغال اللي هي وولوف. يعني واخا كتلقى كل واحد كيهضر باللغه ديالو، ولكن ملي كيبغي يتواصل مع شي واحد اخر ما كيفهموش كيهضر معاه بالولوف. ايوا هادشي اللي كاين. الدراري هنايا، الدراري كاملين سيرير وبيتو سيرير. قبيله كان هنايا واحد من البامبارا. بامبارا ستون لونغ، هو كيهضر غير بالبامبارا، ولكن ملي كيبغي يهضر معاهم كيهضر معاهم بالولوف. ميرسي بوكو. دابا قربت نوصل للطريق الوطنيه ولا الطريق الرئيسيه، ومن بعد غندور على اليمين باش نمشي لكاولاك. هذيك الطريق جايه من داكار وبدي لكاولاك، ودزت عليها بزاف ديال الفيلاجات هنايا في الطريق. أول حلوف، حلوف والحمار. أنا دابا في واحد الدوار وصلت لهنايا قبيلة. المهم سولتهم قلت لهم واش ممكن نبات هنايا، قالوا لي ماشي مشكل. ودابا جابوا لي كسكس، كسكس ديال البشنة. و كومون اون في بور سا؟ سي دو لي. دو لي كيديروا حليب، حليب بودر كما كتشوفوا كيديروه في الماء. Tu veux du sucre? Non, non. Non, tu ne veux pas. Non, pas de sucre. Mélange. Ah, ok. Ça fait un ouais, un ouais le vin. Le. Enfin.
Et maintenant, on fait du couscous ici ou quoi? Oui. Ah, ok. Ok, merci. Fais comme tu veux. Mais vous faites comment? On fait comme ça. Oui. Ah, tu mets comme ça? Ok. الكسكس مع الحليب بسم الله سي بون ميرسي beaucoup. De rien.